بين حتميات الفيزياء التقليدية والاحتمالية الكوانتية، ولماذا كان أينشتاين على خطأ؟ مساء الخير، معكم لؤي من قناة أفكار. الحتمية في الفيزياء التقليدية هي حتمية خضوع الموجودات في الطبيعة لقوانين ثابتة في الزمان وفي المكان، أي ضرورة وصولنا إلى نفس النتائج إذا ما بدأنا بنفس المقدمات. لماذا؟ لأن القوانين الحاكمة لسلوك المادة هي قوانين ثابتة وغير متغيرة، هي ثابتة في كل زمان وكل مكان. هناك حتمية أخرى يقول بها البعض، وهي الحتمية الإلهية، التي تقول أن ارتباط النتائج بالأسباب يمر من خلال إرادة إلهية. لكن عندما بزغ موضوع الحتمية العلمية هذا في القرون الماضية، ولا سيما بعد الهزة العميقة التي أحدثتها بالتحديد قوانين نيوتن في حركة الأجرام السماوية، تلك القوانين التي أظهرت أن الكون هو مجرد آلة معقدة ترتبط كل أجزائها بصيرورة السبب والنتيجة، كما يطرحه مفهوم الحتمية العلمية أعلاه. سيرورة السبب والنتيجة هذه جعلت الناس يتساءلون، أين الله من هذه الحتمية؟ ألا يتدخل الله في سيرورة الأمور؟ إذا كانت الأسباب نفسها تؤدي دوما إلى النتائج نفسها، فأين إرادة الله من ذلك؟ وقد أدى هذا الطرح بحسب الكثير من مؤرخي العلوم إلى ظهور موجة إلحاد كبيرة في ذلك الوقت. وقد توج هذا التوجه في مطلع القرن العشرين بالمدرسة الفلسفية المسمى الوضعية المنطقية، التي كان من أهم أنصارها في الوطن العربي الدكتور زكي نجيب محمود وتلميذه المخلص الدكتور فؤاد زكريا. لكن موضوعا حديثا برز في العلوم الفيزيائية منذ حوالي 120 عام أقضى مضاجع العلماء، وهو موضوع الاحتمالية الكوانتية Quantum Probability، التي يمكن توضيحها بالمثال الآتي. هناك تجربة شهيرة في علم الفيزياء الكوانتية تسمى تجربة الشق المزدوج Double Slit Experiment. فإذا وجهنا شعاع من الإلكترونات باتجاه شقين بعيدين نسبيا عن مصدر هذا الشعاع، فإننا لا نستطيع قبل إجراء التجربة أن نتنبأ يقينيا بأي من هذين الشقين سيمر الإلكترون، من الشق الأيمن أم الشق الأيسر، بل إنما تستطيع الرياضيات إخبارنا به هو مجرد احتمال مرور الإلكترون من أحد الشقين. لكن من أي شق سيمر الإلكترون حتما وفعلا خلال التجربة لا تستطيع الرياضيات التنبؤ بذلك. لماذا؟ لأن الجسيمات النووية، الإلكترونات أو غيرها، تتصرف كأمواج، وتكتفي هذه الرياضيات متمثلة بالتابع الموجي معادلة شرودنجر، تكتفي بإعطائنا احتمالات. فهناك احتمال لمرور الإلكترون من إحدى هذا الشقين هو مثلا 50%، واحتمال لمروره من الشق الآخر 50%. وسلوك كل الجسيمات النووية أيضا وفي كل مظاهرها هي محكومة أيضا بهذا الشيء الاحتمالي. إذن لا يوجد يقين، لا يوجد حتمية ولا ضرورة. أوضح هنا بأن ما قلته أعلاه حتى الآن عن الطبيعة الاحتمالية في عالم الجسيمات الذرية هو موجود في المعادلات الرياضية فقط، أما على صعيد التجربة الفيزيائية فالأمر مختلف تماما. فعند إجراء تجربة الشق المزدوج سنجد أن الإلكترون وعندما نرصده ونشاهده سيمر من إحدى الشقين، إما من الشق الأيمن أو من الشق الأيسر، ولا تستطيع الرياضيات مطلقا، وهذا هو لب الموضوع، لا تستطيع الرياضيات أن تنبئنا أين سيمر كل إلكترون، هل من اليمين أم من اليسار. التجربة وحدها فقط هي التي توضح لنا ذلك. ويستعمل علماء الفيزياء هنا مصطلح انهيار التابع الموجي للتعبير عن الحادث الفيزيائي المتمثل في اختيار الإلكترون خلال التجربة لإحدى الشقين ليمر منهم، أي أن المعادلة الرياضية التي تتحدث عن مجرد احتمالات قبل إجراء التجربة تنهار هذه المعادلة عند وجود الإنسان الراصد والمشارك في التجربة، معطية نتيجة حتمية فيمر عندها الإلكترون إما من الشق الأيمن أو الأيسر. إذن هنا افترض العلماء أن وعي الإنسان الراصد والمشاهد والذي يجري التجربة قد تداخل مع الإلكترون بشكل ما وأثر على قراره وجعله يختار إحدى الطريقين. هذه الصدمة التي سببها هذا التفسير الأكثر انتشاراً للطبيعة الاحتمالية للظواهر الكوانتية أعاد البشرية كلها إلى عالم أفكار الفلسفة المثالية، التي تعطي للفكر والوعي البشري دوراً
في تحديد الوجود المادي للأشياء، فالفكر والوعي والإدراك يسبق المادة في وجودها، وهو الذي يوجهها كما يقول الفلاسفة المثاليون. وهنا نذكر بالفلسفات المثالية التي كان أشهر ممثليها قديما أفلاطون الفيلسوف اليوناني ونظريته في عالم المثل، مرورا في عصر النهضة الأوروبي بكل من بيركلي وكانت ومثاليتهم التي بدت بأنها ساذجة كما صورها الفلاسفة الماديون، تلك المثالية التي يبدو أنها قد اكتسبت فجأة قوة بسبب الاحتمالية الكوانتية وتجربة الشق المزدوج هذه، وأصبحت هذه المثالية تناقش مجددا وإن بشكل مختلف عن شكلها الأصلي القديم، تناقش في أروقة أهم المراكز العلمية في العالم، فتجارب الميكانيك الكوانتي التي يبدو أنها أعطت دفعا لأهمية الوعي في سلوك المادة جعلت النقاش يحتدم من جديد، وهو مستمر حتى الآن ولم يحل. وهناك الكثير من التجارب التي نسمع بها دوما والتي تؤكد دوما أن اللاحتمية أو الاحتمالية التي يقول بها الميكانيك الكوانتي هي شيء صحيح، ولا توجد عدة رياضية قادرة على الوصول إلى نتائج حتمية في سلوك الإلكترون، أي لا توجد معادلات رياضية تعطينا تنبؤا حتميا حول سلوك الجسيمات النووية. نذكر هنا بفرضية الأكوان المتعددة والمتوازية التي تم تقديمها كحل آخر لهذه الاحتمالية الكوانتية، أي كبديل عن فكرة انهيار التابع الموجي لمعادلة شرودنجر. هل تسمعون بعبارة أينشتاين الشهيرة إن الله لا يلعب بالنرد؟ أينشتاين قالها لأنه رفض هذه الطبيعة الاحتمالية للميكانيك الكوانتي، وكان يؤمن في أعماقه بوجود حتمية لم يكتشفها البشر بعد، وبقي حتى وفاته عام 1952 يدافع عن فكرة الحتمية ويعتقد بوجودها، إلا أن العلم أثبت حتى هذه اللحظة أن أينشتاين كان على خطأ، وأن الطبيعة الاحتمالية لسلوك المواد ما دون الذرية هي شيء صحيح وأكيد. وشكراً.